تكون من الجاهلين، عقاب شديد. ويا سبحان ما أعجب هذا العقاب، عاقبه ربه، ولكن العجب يعفو العفو قبل العقاب. ينبغي أن يكون المعافاة بعد العقاب. لما فعلت هذا؟ سامعني، طيب عفوت عنك، هذا قانون العقاب. لما أساءت؟ سامعني، طيب عفوت. هذا أسلوب عجيب. جاء المنافقون ويعتذرون فيقبل عذرهم، ما أعجب ربه قبول عذرهم فعاتبه، ولكن العجيب عفاه قبل العقاب وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحان الله، يقول لداود لا تتبع الهوى، ويقول لحبيبه ما ينطق عن الهوى، يقول إبراهيم واجعلني لسان صدق في الآخرين، ويقول لحبيبه ورفعنا لك ذكرك، فجاء بعلم الأولين والآخرين. هو بين من نحن وما نحن، من نحن؟ عباد الله. لما نحن؟ لعبادة الله. إيش هذه الكائنات؟ فصاحب العلم يقول دار الغرور، أهل دبي يقول لا دار السرور، فمن نطيعه؟ أهل دبي أو حبيب الله ورب الحبيب، كلاهما متفقان ويقولان دار الغرور، متاع الغرور، لا تساوي جناح بعوض، وكبيت العنكبوت، وكسراب بقية يحسبه الظمآن ماء. ويقول حبيب الله مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بالخيط، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. هي ثلاثة أيام، يوم الأحد مضى ما بيدي منه شيء، ويوم الثلاثاء لا أدري أدركه أم لا، ويوم الاثنين هي أنفاس، وهي لحظات، وهي ساعات، وهي ثواني، وهي دقائق، هي الحياة. يوم أنت فيه، الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل معود. وإن الدنيا لها أبناء، وإن الآخرة لها أبناء، ولكل واحدة منهما بنون. فأرجوكم وألتمس منكم، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل. هو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فرب الحبيب وحبيب الله أخبرونا من خلق هذا القول، فجاء الخبر والله خلقكم، فجاء الخبر وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. من خلقني؟ الله خلقك. كيف خلقني؟ من تراب، ثم كيف؟ من نطفة، ثم كيف خلقني؟ ثم خلق النطفة علقة، ثم فخلق العلقة مضغة، ثم فخلق المضغة عظاما، ثم فكسى العظام لحما، ثم أنشأني خلقا آخر، ثم السبيل يسر، ثم أماتني فأخبر، ثم إذا شاء أنشر، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم تسمعون النداء يا عبادي إني أنصبت لكم منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أفعالكم. حاولتم أن تكون دبي جنة؟
ما استطعتم. ويا يا للأسف يا للأسف، لو خلقت لي الدنيا جنة وخلقتها جنة وصليتها ومهدتها وزينتها ورفعت منزلتها وفعلت فيها الأفاعيل حتى اطمأنت نفسي، هي دنيا التي كنت أريدها وقعدت فيها وتمتعت فيها، فهل من أحد هل من أحد ينقذني من الموت؟ أريد أن أبقى. طيب أنا أرضى بالموت، ولكن اتركوني 300 سنة 400 سنة، اتركوني حتى أتمتع بدنياي كم اجتهدت وكم تعبت وكم تعبت وكم كلفت نفسي وكم تفكرت وكم. ثم زينت ما زينت وبنيت ما بنيت وصنعت ما صنعت، اتركوني 100 سنة 200 سنة 300 سنة، لا بأس أموت، ولكن فإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ماذا هو ملك من ملوك بني إسرائيل بنى قصرا وأجاده وأجمله وأحسنه، ثم نادى العوام أخبروني كيف قصري؟ قالوا ما أحسنه وما أجمله وما أكمله. كل الشعراء بالغوا في القصائد. في خلف الناس رجلان ساكتان مطرقان رؤوسهما، فرأى الملك: ما لكما لا تنطقان؟ ما لكما لا تتكلمان؟ فقالوا: أيها الملك، إن قصرك أحسن مما قالوا وأجمل مما أنشدوا، ولكن بس لولا فيه عيبان، لولا فيه عيبان لكمل كل شيء، وينبغي للناس أن يتناقصوا فيه. فبهت الناس وتهير الملك، قال: إيش ما رأيت فيهم؟ ما رأيت فيه؟ إيش ما هما أيهما؟ قال: أيها الملك، اعف عنا، بس العيب الأول تموت، العيب الأول تموت وتترك هذا القصر، والعيب الثاني وكل بيت وإن طالت سلامته يوما ستدركها النقباء والحوض. العيب الثاني: يخرب هذا البيت، تخرب هذه الدار، ولا تبقى فيه إلا بيوت العنكبوت، ولا تمر فيه إلا الرياح المجنونة، لا يدخل فيه أحد، بس والباقي كله. طيب، قال: ما تركتم شيء، وهل هناك قصر؟ وهل هناك بيت لا يموت صاحبه؟ قالوا: نعم. قال: أين؟ قالوا: ليس في الدنيا، هي الجنة، ألا المشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة، لو بصقت بسقة في 7 أبهر لعذب ماؤها، لو أن بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، لو بدا معصمها لأشرقت الدنيا بما فيها، خلقت من المسك والعنبر والزعفران والكافور، وقصرت في خيام النعيم وغذيت بماء التسنيم، طاهرة بريئة من البول والبراز ومن الموت والبلاء، طاهرة كاملة نقية زكية جميلة حسينة ناعمة خالدة مقيمة وافية كاسية متطيبة طيبة كاملة كاسية مؤمنات مخلصات واصلات محسنات
من أين أتي بالكلمات؟ زوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاحة وعبرة ونعمة وقدرة في محلة عالية بهية دار خلقها الله تعالى بيده ثم ختم عليها لم يرها أحد من خلقه ويخطفها كل يوم 5 مرات ويقول لها ازدادي طيبا لأوليائي وازدادي حسنا لأوليائي وهي تقول يا رب يا رب طابت أثماري وابتردت أنهاري واشتقت إلى عوليائي فعجل إلي بأهلي فقد قطر غرسي وحريري وصندسي واستبرقي وعبق ريشي وذهبي وفضتي فمائي و